صباح الخير مشاهدينا. تمارين لليوم فول بادي باستعمال البول. البول اللي هي equipment، أكيد في كتير أشخاص بيخافوا منها أو بيقولوا إنه ما بتعطينا بالانس معقول نقلب. إذا بنشتغل بتكنيك صح البول كتير بتفيد، بتشد العضلات وبنفس الوقت بتساعد كمان إنه نعمل وقاية من الإنجريز، لأنه إلها دور أساسي بتقوية المفاصل والعضلات وجهاز العصب. أول حركة رح نشتغل فيها حنحط البول بتوين ركاب، بتوين النيز تبعنا ما بين ركاب بهذه الطريقة. وايد سكوات لأن احنا دجا فتحين إجرينا. اللي بدنا نعمله بدنا ننزل سكوات، سكويز على البول، نرجع منوقف. نعمل سكوات، سكويز على البول، نرجع منوقف 10 مرات. 10 and up. 9 8 7 سكويز على البول منرخي and up. 6 5 4 3 2 1 ببقى تحت. سكويز 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. كمان حركة سكوات باستعمال البول بتعلي الهارت ريت بنفس الوقت بتسلي. رح نشتغل فيها بهيدي الطريقة، نلقط البول بهيدي الطريقة. بعمل سكوات and up، كب البول برجع بالقطة and squat 10 مرات. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. شوية بريك، سيركل بإيدينا لورا. 3 عم نعمل سيركل. هلا بدنا نشتغل حركة باستعمال كتافنا، رح نكون حاملين فيها البول فمنحميهم. اوكي نلقط البول straight up، من هون سايد كيك سايد كيك 10 مرات. 10 9 8 7 6 3 2 1 اوكي نقعد على البول نريح شوي. نعمل سيركل بكتفنا لورا. 5 4 3 2 and 1. إيدنا إيد على الأرض، إيد لفوق and you switch dynamic stretch. ناخد نفس ومنفضي، نفس ومنفضي. أوكي حركتنا هلأ هيكونوا على الأرض. البول بدنا نحطها على الهب، يعني احنا حننام على بطننا، البول على الهب. لنشتغل حركة البوث لك كيك اب اللي هي حركة كتير مهمة. اول شيء لتشغيل الاجرين والمؤخرة، بس الهدف الاكتر منها هي تقوية عضلات اللور باك اسفل الظهر. اكيد في كتير اشخاص بحاجة، كلنا بحاجة لنقوي كل عضلات الجسم، وإذا بنشتغل لفترات طويلة بنكون كثير بحاجة لأنه نقوي منطقة الكور، إن كان المعدة واللور باك والبوستشر تبعنا. ففينا إذا كان موجود عنا بول كيف فينا نشغل عضلات ظهرنا؟ أكيد بتكنيك صح لنكون عم نعملها ونستفيد وما نأذي حالنا ولا نأذي ظهرنا. بدها بالانس أكيد وبدها قوة، بنشد بمعدتنا. اللي بدنا نعمل نفتح ايدينا بالطريقه اللي بناسبنا، بدنا نعمل كيك اب ببوث ليج اند داون.
بنزل أنجأ بدقروس أصابيعها بالأرض and up. اللي بدنا نعمله بس ننتبه له إنه ما نعمل arch كتير بالظهر. الarch اللي هي الخسفة إذا بدنا نسميها بالعرب بالظهر، بدنا نضلنا بلعين معدتنا قد ما بنقدر، محافظين على البوزيشن نحنا بلعين معدتنا، ونواس نشتغلها ما يكون كتير عم يجعنا ظهرنا بطريقة أوفر، مع أنه هي للظهر سو بدنا نحس بعضلاتنا عم يشتغلوا بس مش تلميع ووجع أوفر. سو نشد بمعدتنا مزبوط لنتفادى الانجريز بالظهر، ومن هون straight up and down. Kick up and down. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. خليهم فوق وسيزرز. 10 9 8 7 5 4 3 2 1. بيبقى هون open and close. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. برا شوي شوي شوفوا التكنيك، نركع عرواق and then امنا بطريقة سيف، ما أذتنا ما بتخوف، بالعكس إذا اشتغلنا بطريقة صح ما بتأذينا، بالعكس بتفيدنا. وأصلا بكل الحركات لو حتى ما عم نستعمل equipment بس عم نشتغل بتقل جسمنا وعم نشتغل بطريقة غلط نأذي حالنا، فمش الإكويبمنت اللي بتأذي لبل الطريقة أو التكنيك اللي بتأذي. كل شخص يسمع على جسمه، في حركات يمكن تناسبني ما تناسب غيري، مش يعني كلنا لازم نتمرن بنفس الطريقة مثل بعضنا. كل شخص الله خلقه بطريقة معينة بأناتومية بجسمه معينة، فلازم يشتغل أو يتبع التمارين اللي أول شيء بتعطيه موتيفيشن بتفرحه، تاني شغلة اللي ما بتزعجه وبيلاقي إنها بتناسب جسمه. نرجع معي التمارين تبعنا، البول بتوين النيز، منشد تنشغل الانر سايز، ومن هون بنزل سكوات سكويز برخي اند اب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. آخر مرة ضل تحت. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. now squat وبكب البول لفوق. هيدي الشغلة كمان إذا عنا أولاد نتسلى معهم، فينا نكون عم نعمل squat ونكب البول لبعضنا، هيك بنعمل motivation بالرياضة ونتسلى بنفس الوقت، نعمل رياضة ونكون عم نتسلى، هيك ما بتكون الرياضة بس واجب علينا أو قصاص. Squat and kick the ball. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Okay. نقعد نعمل dynamic stretch اللي عملناه قبل شوي، حركتين بيساعدوا أنا نعلي الهارت ريت، فمنخففه شوي قبل ما نكفي لنقدر نكفي بتمارين نعم بطريقة سيف. وللأشخاص اللي ما بيقدروا يكفوا بطريقة هاي انتنسيتي بنكون عم نريحهم ليكفوا معنا التمارين. ايد على الأرض ايد لفوق سويتش. One more time. يمين and شمال circle and reach circle and reach one more time circle
and reach. Hala, we go up. نلقط the ball all the way up. لفوق. And side to side. 10. 9. حركة مش بس مهمة للإجرين. بنفس الوقت للمعدة وللإيدين. يعني full body workout. 4. 9 10. اوكي هلا البول على الارض لنشتغل حركات اللور باك اكسرسايزز باستعمال البول بنريح شوي كمان بدايناميك ستريتش كثير بفيد برجع بجيبها لعندي بجلس كتافي اجان لقدام ورا بعد مرة اوكي من هون بنحط البول لوكيشن تبعها على الهيب تبعنا لنكون مسنترين البول لما نقلب لا لقدام ولا لورا نفقد التوازن فالبول مفروض تكون على السنتر الميدل تبع البادي تبعنا لنكون عم نقدر نرفع بلا ما نقلب لانه هلا انا وين حطيتها على البطن اذا بقرب حطها على الهيب I can raise and go down وفي stability وقادر شد بمعت هي 10 9 8 focus ركزوا على نقطة واحدة 7 6 5 4 3 squeeze بالبط all the way up squeeze 2 and 1 ومن هون scissors 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 open close 10 9 8 5 4 3 2 and 1 بتعج بنزل slowly بطريقة سيف هلا time to stretch child pose وببقى بس الهيب بيضلوا فوق child pose بالعادة بوطي الخصن هلا بشتغلها بهذه الطريقة 5 4 3 2 1 وبجلس again 5 4 3 2 1 One more time. 5 4 3 2 1 هلا على الكوية كمان. Same. حط الكوية بهذه الطريقة. 5 4 3 2 1 نجي ونجلس. Okay. حط البول على جنب. To stretch شوي. Without the ball. إيدينا على الفخاد ننزل كأنداد في بوزيشن نجلس ظهرنا to stretch the hamstrings إجر قدام إجر and we stretch switch and we stretch نجلس ظهرنا إجر اليمين لقدام منطال أصابع إجرينا 5 4 3 2 1 we switch 5 4 3 2 1 now quadriceps stretch we focus on one point شد اجينا بهيدي الطريقة 5 4 3 2 1 we switch كمان we focus لناخد البالانس فينا كمان نكون مهدئين 5 4 3 2 1 نفس عميق one more time and that's it
وهيك نكون خلصنا تمارينا لليوم، اشتغلنا full body workout باستعمال البول. برجع بذكر إذا مش موجود معنا بول فينا نستخدم تكاية كمان مشابهة للبول، بما أنه تعطينا قلة بالانس فبنشغل العضلات بطريقة أقسى وأقوى. هلأ صار فيني أقلكم، يعطيكم ألف عافية مشاهدينا، شوفكم بكرة.